طيب طال عمرك جوابك هذا يجرني إلى الحقيقة سؤال، كثرة المجلات المختصة في الشعر هل هي تخدم الشعر فعلا؟ ما أقدر أقول أنها تخدم الشعر، لكنها تتيح الفرصة لناس كثير لعرض إنتاجهم. بعدين يعني ترى فيها الحين مقولة بين الناس تتردد، أنه يجب عدم السماح لعرض كل هذا الإنتاج في الشعر الشعبي، وأنا حقيقة أخالفهم رأيي. أنا أعتقد أنه يجب إفساح المجال لكل من أراد أن يكتب أن يكتب يعني، وأن ينشر قصيدته، لأنه في الأخير ما يبقى إلا الشيء الجيد. وبعدين هالناس اللي يقولون الشعر الشعبي فقط يعني، طيب شوف ما ينشر في الشعر الفصيح، ما هو كمان الغث أكثر من السمين فيه. وإحنا الآن حتى في الشعر الفصيح يعني، كم شاعر إحنا الحين نذكره يعني، أو كم شاعر نحفظ شعره الآن في الشعر الفصيح؟ قلة جدا. الكثير من الصفحات الثقافية ومن المجلات الثقافية التي تنشر هذه الأشعار الحديثة لا تقرأ ولا أحد يحفظها. نفس الشيء زي الشعر الشعبي يعني، كثير منه ينشر ولكنه لا يقرأ. الجيد قليل دائما، وما هو بس في وقتنا هذا ولا في زمننا هذا، من زمان يعني. الأشعار اللي وصلتنا الآن من الشعر الجاهلي، الأشعار اللي وصلتنا من صدر الإسلام، الأشعار اللي وصلتنا من العهد الأموي والعباسي، هي الأشعار القليلة يعني، نادر الأشعار وجميل الأشعار هي التي وصلتنا. هل تعتقد أنها لم ينشر في العصر الجاهلي إلا ما وصل لنا، أو لم يكتب أو لم يلقى من أشعار في العصر الجاهلي أو في صدر الإسلام أو في العصر الأموي أو في أي عصر من العصور لم إلا ما وصلنا نحن؟ لا طبعا، لا، نشر الكثير وقيل الكثير وكتب الكثير لكنها لم تصل لنا لأنها كانت غثة، بالضبط زي ما هو موجود الآن. والفرق بيننا وبينهم أنه إحنا الآن عندنا جرائد، عندنا مجلات، عندنا إذاعة، عندنا تلفزيون، وعندنا وسائل نشر أكثر مما كانت متوفرة لهم في ذلك الوقت. طبعا هذه ساعدت كل الناس أنهم يطرحون كل ما لديهم، الغث والسمين والجيد والرديء، لكن لن يبقى إلا الجيد.